to verify them. So the question is for every single one of us, are we truthful with our belief in Allah subhanahu wa ta'ala? Are we truthful in our actions, in our worship of Allah subhanahu wa ta'ala? That is a measure every one of us has to measure themselves in regard to the Quran and Sunnah. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله، قاعدة لا بد أن تضعها في رأسك، خذها منهاج حياة، أن الكون من الإمكان أن يتفاعل مع الصادقين فيخدمهم، وأن الكون يكون ضد الكاذبين فيمحقهم. فإذا كنت صادق فإن الله تبارك وتعالى يسخر الكون لك. ولذلك صحابة رسول الله كانت تنفعل لهم الأشياء، لأن صدقهم وتسليمهم في التوجه إلى الله قد ساوى تصديق الكائنات حينما قالوا أتينا طائعين. والمسلمون حينما يصل إليهم هذا التسليم فإن الكون كله يخدمه. ولا أريد أن أطيل عليكم إلا أني قلت لكم سابقا أن الصحابي الجليل أبو معلق لما كان تاجرا وكان يتجر في أمواله، وبينما هو في الصحراء إذ جاءه لص فقال هات مالك ولا أريد إلا دمك، فقال أما مالي فخذ وما تريد من دمي، قال ما أريد إلا دمك، فقال إذا أردت ذلك فعليك أن تنتظر حتى أصلي 4 ركعات، فقال اللص له صلي ما بدا لك. فلما صلى أبو معلق نادى ربه تبارك وتعالى في سجوده وقال يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشه، يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. قلب صادق توجه إلى الله القادر، فما كان من الله عز وجل إلا أن استجاب له. فبعد أن سلم من 4 ركعات وجد ملكا وجد رجلا وضع رمحه في صدر اللص فقتله، فقال من أنت الذي أنقذني الله بك؟ أنقذني الله به، كما قال كعب بن مالك لرسول الله، أمن عند الله أم من عندك؟ هذه قلوب قد تعلقت بالله عز وجل وصدقت في التوجه إليه فانفعلت لها الأشياء. فقال هذا الرجل لأبي معلق أنا ملك من السماء الرابعة، لما دعوت بدعائك الأول سمع لأهل السماء ضجة، ولما دعوت بدعائك الثاني سمع لأهل السماء قعقعة، ولما دعوت بدعائك الثالث نادى مناد في السماء مكروب فمن يفك كربه، فاستأذنت ربي أن أفك كربك فأذن لي. يقول الحسن البصري رحمه الله فمن صلى 4 ركعات ودعا بهذه الدعوات استجاب الله له مكروب أو غير مكروب. فمن من المسلمين يدعو فتنفعل له السماء فيستجيب الله دعاءه فيخرج المسلمين من الهم والذل والنكد والغم الذي يعيشون فيه. لا تنفعل لكم الأشياء إلا إذا كنا صادقين في التوجه إلى الله، فيجعل الله تبارك وتعالى الأشياء تنفعل لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم بجلالك وجمالك اجعلنا وادخلنا في الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصالحين المتقين العارفين الأبرار. اللهم ادخلنا الجنان دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد زوجاتنا واهد بناتنا واهد أولادنا. اللهم أصلح لنا جميعا
جميعا الأحوال، ولزوجاتنا ولأولادنا وبناتنا وللمسلمين جميعا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. ومن أرادنا وأراد المسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. هذا، وصلوا وسلموا على أشرف الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأقموا الصلاة.